خلصنا الاوف رودنج تيست دلوقتي ويمكن مني فهمت انهم ليه حبوا قبل ما استلم مفتاح العربيه واستلم عربيتي اللي هي واحده من العربيات دي كلها اللي هي خلينا ندور عليها الاول. بيضه؟ لا. يس ذا بلو كار. كويس فهمت ليه اختاروا ان احنا نبدا بالاوف رودنج تيست في الاول ونبدا ان احنا نجرب عشان نشوف الفكر الجديد اللي ميني قررت انها تعمله في عربياتها. وخليني اقول انه في الكانتري مان قد ايه الهاندلنج بتاعها كان قوي جدا خصوصا في الارض اللي كنا سايقين فيها. وكمان ابعاد العربيه اللي اختلفت كانت مخوفاني شويه ان ممكن ياثر على الهاندلنج بتاعها في الارض زي دي، لكن باين قوي انها حتى الان كويسه. خليني في اللحظه الاولى في اول واحده لو بصينا على الديزاين للعربيه هنلاقي ان اختلاف كبير جدا الجيل ده عن الجيل اللي قبله، خصوصا التصميم اللي باين في مقدمه العربيه بحجم الفانوس بتاع العربيه وبشكله اللي كنا متعودين دايما على حجم الفانوس ده ان هو او بالشكل بتاعه ان هو يكون بالشكل الطولي. فجاه ميني قررت انها تحول الديزاين للشكل ده ومخلي لمسه انيقه جدا كمان الكروم اللي موجود في اماكن كتيره في العربيه. الشبكه الاماميه واكبر اختلاف بان خليني اقول طبعا الفوانيس هي جزء من الحاجات اللي اختلفت في تصميمها من في اول لحظه بصيت عليها العربيه. الحاجه الثانيه الجزء الامامي او الماسك الامامي للعربيه اللي باين فيه اختلاف كبير جدا خصوصا ان كنا متعودين دايما بنشوف الفوج لايت بحجمه بيكون في المكان ده. ميني قررت انها تبدا تروح بالفوج لايت للمكان ده وده هيبان اكتر لما نبدا نجرب العربيه وتبدا الشمس تروح هنشوف في الاناره هيبقى عامل ازاي. لكن تصميم من اللحظه الاولى قوي جدا هجومي عجبني الشكل الرياضي اللي دايما ميني بتهتم انها تكون موجوده عربياتها بالشكل ده. النهارده هجرب كانتري مان الاس بالموتور الاربعه سلندر مش الثلاثه لان الثلاثه هيكون في الكوبر فقط، لكن ده الموتور الاربعه سلندر التوين تيربو اللي بيخرج حوالي 192 حصان. الموتور ده يعتبر من المواتير القويه اللي ميني دايما قررت انها يكون موجود في فئه الاس وليس في الكوبر، لان انتوا عارفين الكوبر بيكون بالموتور الثلاثه سلندر ال 1500 سي سي. هنبدا نجرب وهيكون تجربه النهارده تجربه لطيفه جدا لان هيكون زميلي الصحفي الكبير استاذ هلال عويس هيكون موجود معايا في العربيه وهنبدا نطلع على الروت. هيكون موجود معايا هو الكوبايلوت في الاول وبعد كده انا الكوبايلوت بعد كده عشان هو هيبقى مسؤولين او كل واحد فينا هيبقى مسؤول على الروت اللي احنا هنعمله. هنبدا نجرب وهبدا اشوف التجربه للعربيه الكانتري مان هتبقى عامله ازاي خصوصا ان اول لحظه كانت لحظه اوف رودنج. هنطلع دلوقتي على الطريق يلا بينا. الطبيعي في لندن ان احنا متعودين ان احنا نركب من هنا، بس الطبيعي في لندن ان احنا لازم نكون الناحيه الثانيه ودي اول كارثه هتقابلنا ان احنا النهارده هنسوق من الجنب ده.